هل قلت موتى؟ لا موتى هناك، هناك فقط تبديل عوالم. تنسب هذه العباره الى سياتل الزعيم الهندي الاحمر في خطبه القاها امام الحاكم اسحاق ستيفنز عام 1854 بعد طلب الحكومه الامريكيه شراء اراضي قبيلته. وبها يستهل الشاعر محمود درويش قصيدته الطويله. خطبه الهندي الاحمر ما قبل اخيره امام الرجل الابيض الهندي الاحمر هنا هي استعاره للفلسطيني والقصيده تحمل بمجملها احاله للقضيه الفلسطينيه حيث المستعمر المهدد بالاباده يخطب بجلاده بلسان الفلسطيني الذي يمثل شخصيه الهندي الاحمر يكمل درويش نبشركم بالحضاره قال الغريب وقال انا سيد الوقت جئت لكي ارث الارض منكم فمروا امامي لاحصيكم جثه جثه فوق سطح البحيره الهندي الاحمر والفلسطيني ثنائيه منطقيه جدا فهم سكان الارض الاصليين ويحملون ثقافه تتشابه بزوايا عده بالنسبة لسكان امريكا الشمالية الاصليين فإن رقصاتهم وازيائهم تحمل ذاكرة الابادة الجماعية التي تعرضوا لها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر على يد المستعمرين الاوروبيين والتي انتهت بقيام الولايات المتحدة الامريكية عام 1776 ليس مستغربا أن يتم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسما يجمع رجلا برداء فلسطيني ملثما بكوفية بآخر يرتدي لباسا لثقافات السكان الأصليين لأمريكا الشمالية يمكن أن يكون الأمر بمثابة انتصار للحضارات الزائلة والمهددة بالزوال، خصوصا الاستعمار الاستيطاني الامريكي الذي فرض بقوه السلاح شعبا مكان اخر وثقافه مقابله اخرى، وراح يخط تاريخا جديدا على ارض اطلق عليها العالم الجديد، مدعيا انه دخلها شبه خاليه في جريمه تعتبر الاكبر في تاريخ الانسانيه. اتت على حياه الملايين من الهنود الحمر. فعند بدء المعارك كان تعداد السكان الاصليين نحو 112 مليون نسمه وانسان. بقي منهم في احصائيات عام 1900 ما يقارب الربع مليون فقط. التشابه بين الاستعمار الاستيطاني الإنجلوسكسوني لأمريكا الشمالية والاحتلال الصهيوني لفلسطين كبير جدا إذ استورد الأخير أساليب الاحتلال ذاتها من قتل وتهجير ومحاولات لمحو تاريخ وإحلال تاريخ آخر يرتكب هذا الجلاد جريمته ويسرع إلى محو أثار الدماء عبر محاولات لتمس ذكرى المجازر يشير باحثين ان فكره امريكا التي تنطوي على استبدال شعب بشعب اخر وثقافه بثقافه اخرى عبر الاجتياح المسلح وبمبررات غير طبيعيه هي محور فكره اسرائيل التاريخيه مضيفا هذا المحلل ان عمليه الاباده التي تقتضيها مثل هذه الفكره مقتبسه بالضروره من الفكر الاسرائيلي في شخصيات ابطلها الاسرائيليين الشعب المختار العرق المتفوق وضحاياها الكنعانيون الملعونون المتوحشون كما يقولون يرى بعض المفكرين ان فكره امريكا في الفهم التطبيقي لفكره اسرائيل التاريخيه وان تفصيل من كل تفصيل التاريخ الاستعمار الانجليزي في شمال امريكا حاول ان يجد جذور في ادبيات تلك الاسرائيليات اذ سموا انفسهم اسرائيليين عبرانيين ويهودا واطلقوا على القاره الجديده اسم ارض كنعان واسرائيل الجديده فاستعاروا كل المبررات الاخلاقيه لاباده الهنود الكنعانيين واجتياح بلادهم من التراث التاريخي العبراني وهذا ما يؤكد المفكر الامريكي نعوم تشومسكي الذي منعه الاحتلال الاسرائيلي من دخول الاراضي المحتله اذ يقول ان اسرائيل ليست سوى انعكاس أمين وحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية فكلاهما استعمروا الأرض وكلاهما أبادوا الشعوب الأصلية وكلاهما استخدما الخطاب الديني لتبرير غزواتهما ومن هنا استقت أمريكا قدسية مشروعها الاستعماري وهذا ما دفع جيمس بالدوين أحد نواب الكونغرس الأمريكي بين عامي 1834 و1839 للقول قدر الهندي الذي يواجه الانجلوسكسوني مثل قدر الكنعاني الذي يواجه اسرائيل انه الموت وبصيغه اخرى وفي سياق تاريخي اخر تكرر هيلاري كلينتون هذه المقولة في مذكراتها: نرى في إسرائيل قصتنا وقصة الشعوب التي تدافع عن الحرية، ولهذا السبب لم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان أكثر من 11 دقيقة ليعترف بدولة إسرائيل عام 1948، وإيجاد المقاربة بين ممارسات المستعمرين الأمريكيين والإسرائيليين لا يعني أن الضحيتين الهنود الحمر. والفلسطينيون متحدتان فلطالما كرر ياسر عرفات الراحل في المحافل الدوليه عباره لن نكون هنودا حمر فعلى الرغم من انهما تقاسما تراث القتل على يد الجاني ذاته وباساليب الاباده ذاتها لكن القضيه الفلسطينيه لم تصبح من الماضي بل لا تزال حيه وانتهى تاريخ الهنود الحمر بالهزيمه والاستيطان الكامل للغزام بينما النضال الفلسطيني لا يزال قائما ولم ينتهي حاول الامريكيون تكرار التجربه في دعمهم للاستيطان الاسرائيلي فانطلقوا نحو تحويل الفلسطينيين الى هنود حمر جدد هنود اسرائيل الحمر وذلك بناء على اعتقادهم امريكا ان الهنود الحمر هم كنعانيون القاره الجديده وهم العبرانيون شعب الله المختار الاحتلال عم نحكي احنا المبعوث الى ارضه كما يدعي اقتلاع الفلسطيني من ارضه عنوان تكرر في سيناريوهات سابقه عده فكثيرا ما نرى الجلاد الواحد يردد انه اتى بمهمه ترويد الوحش الذي يعرقل قيم الحضاره وقيامها وليس من المستغرب ان يقول الرئيس الامريكي السابق جورج واشنطن الهنود والذئاب كلاهما وحوش مفترسه على الرغم من اختلافهما في الشكل او ان يصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالاند الفلسطينيين بالوحوش البرية وهنا التقى واختلف الهنود الحمر وشعب الجبارين في وجه محتل يحمل نفس السمات والهوية والهدف ولكن الاختلاف في عناد الفلسطيني وثباته وصبره سلام